اسعار الخضار المجمد، البسمه ده بسله بالجزر 400 جرام عامله 21، وفي بسمه ملوخيه 400 جرام عامله 14 جنيه. الحاجات دي كده بتبقى سريعه في رمضان. وفي بسمه شوربه خضار 400 جرام عامله 14 ونص. في بسمه قرنبيط 400 جرام، انا بقول لكم مش شايفه الحاجه فيه. في بسمه قرنبيط 400 جرام عامل 15 جنيه، واللوبيا 400 جرام عامله 37، وفي قمح مجمد مسلوق 400 جرام عامل 23. كل دي منتجات بسمه. وفي بسمه طماطم مفرومه مجمده 400 جرام عامله 16 دي كده. وفي بسمه حمص الشام 400 جرام عامل 33 ونص. وفي بسمه فول اخضر 400 جرام عامل 26، وفاصوليا اللي هي الفاصوليا الناشفه 400 جرام عامله 33، والفاصوليا الخضراء 400 جرام عامله 13 ونص، والناشفه الفاصوليا الناشفه 400 جرام عامله 33. في بسمه فلافل نص مقليه 400 جرام عامله كام؟ عامله 33. وفي بسمه ترمس مجمد 400 جرام عامل 24.75 قرش. وفي بسمه، بصوا بسمه الفلافل النص مقليه العاديه عامله، معلش، عامله 29 ونص، لكن النص مقليه الحمص عامله 33، اللي هي 33 اللي هي الحمص، لكن الفلافل بتاعتنا العاديه عامله 29 ونص. وفي بسمه فلافل سبايسي، فلافل حمص سبايسي 400 جرام عامله 47. وفي بسمه قرنبيط نص مطهي 400 جرام عامل 38. دي الفلافل النص مقلية، ودي فلافل الحمص الحرة. في بطاطس بالسبانخ عاملة كام دي؟ مش مكتوب سعرها. تريكس دي ملوخية ال 400 جرام عاملة 15، والسبانخ 400 جرام عاملة 15، والبامية مخصوص 400 جرام عاملة 66، وبامية صغيرة 400 جرام عاملة 45. وفي بسلة سادة 400 جرام عاملة 53، وبسلة بالجزر 400 جرام عاملة 38. وفي ورق عنب ربع كيلو عامل 30. وفي بامية كبيرة، البامية الكبيرة 400 جرام عاملة 17، لكن البامية الصغيرة 400 جرام عاملة 45. مش فضل نيجي بقى هنا. وفي من جيفريكس والقاس بالخضرة 500 جرام عاملة 32، والفاصوليا الخضر 400 جرام عاملة 19 من جيفريكس. نيجي هنا بقى لكولد أليكس، ده ملوخية 400 جرام مفرومة عاملة 14، والسلة بالجزر 400 جرام عاملة 26، القلقاس 400 جرام عامل 16، عامل 18 ونص القلقاس، والبامية اكسترا 400 جرام عاملة 42. وفي بيكو ده ذرة مهروس 300 جرام عاملة 9. صور المنظفات اكسيدا للغسيل اليدوي 400 جرام عامل 25. وفي حبل اللي فوق ده عامل كام؟ ده اقل من 400 عامل 20، لكن 400 جرام عامل 25. الكيلو ونص عامل 80، ال 2 كيلو عامل 100 جنيه، كل ده للغسيل العادي. ال 2 كيلو 100 جنيه، الكيلو ونص عامل 80، 400 جرام عامل 25. كان في حجم الكيلو ونص مش شايفين. في بقى هنا البواكي الصغيرة دي كده، ده للألوان عامل 5 جنيه، ده 125 جرام. وللأسود ده كده الأوتوماتيك، ده كده أوتوماتيك بقى. التاني كان إيه؟ الغسيل عادي 6 كيلو عامل 340. باهي الأول عامل كام؟ باهي ده 4 كيلو معاه 500 جرام يعني 4 ونص، عامل 225 أوتوماتيك ده كده. ال 9 كيلو عامل 410. اوكسي 9 كيلو عامل 465.
الستة كيلو قلنا عامل 340، وفي الأربعة كيلو عامل 255 أوكسي، وفي ده الكيلو الاتنين كيلو ونص عامل 145. ده 2 كيلو ونص معاهم 300 جرام زيادة مجانا عامل 145. معايا كمان 400 جرام زيادة. في هنا اوكسي جيل اوتوماتيك 3 كيلو عامل 200. مش هتشيلنا على سعر الستة، هما حاطين سعر 3 كيلو بس عامل 200. هو في تحت الأربعة كيلو من أوكسي عامل 240، يبقى حاطين الأربعة كيلو 240 وثلاثة كيلو 200. في هنا مصري كافيه الخمسين جرام عامل 50، والميتين جرام عامل 180. في حجم الخمسين جرام والميتين جرام، مفيش المية جرام. سيتي كافيه الجولد عامل 100 جرام عامل 166 بدلا من 200. والسيتي كافيه الكلاسيك 200 جرام في برطمان عامل 171 بدلا من 206، وال 100 جرام عامل 89 بدلا من 106. دول انا مش طبق المقاطعة دي. في بقى اسعار الشاي ليندا ده 100 جرام عامل 18.5 بدل من 21، وفي حجم ال 40 جرام عامل 9 جنيه. وشفت برده 9 جنيه. ونشوف هنا العروسة الربع كيلو ناعم عامل 55 بدل من 57 عليها عرض برده. والعروسة 100 جرام عامل 23، واحمد شيل 100 جرام عامل كام؟ 100 جرام عامل 52 غالي قوي. الكابوس 200 جرام عامل 75، ليند عليه عرض ربع كيلو عامل 48 بدل من 52. وفي كابتن فوق بس الكابتن كام وكل عامل قطعتين فقط، الربع كيلو ب 48 بدل من 52 الكابتن وكل عميل قطعتين فقط. شاي زمان مش حاطين عليه سعر؟ لا، يعني حتى الشاي بقى قطعتين فقط برضه. بن صبيا ده عامل كام؟ 100 جرام عامل 66 ده محوج، 100 جرام محوج 66، وال 200 جرام محوج عامل 130. الساده ال 200 جرام ساده عامل 114، وال 100 جرام ساده عامل 58. الربع كيلو ساده عامل 142. في شاهين ده ال 100 جرام محاوج عامل 93، والساده ال 100 جرام عامل 75. في بقى الوسط والفاتح والغامق. في هنا السلطان عليه عرض ده ال 100 جرام عامل اللي هو الساده ال 100 جرام ساده عامل 63 بدل من 66. سلطان المحاوج 200 جرام محاوج عامل 130 بدل من 136. 200 جرام السادة، طيب السادة عامل 130 بدل من 200 جرام سادة عامل 130 برضه. طب ازاي محاوج كده لا دي فيها غلطة دي صح؟ السادة بص السادة عامل 200 جرام عامل 130 بدل من 138. المحاوج نفس السعر برضه، نفس السعر 200 جرام عامل 130 بدل من 136 صح؟ كيف في غلطه دي؟ ما هو المحاوج بيبقى اكتر من الساده. يعني انت بصي هنا المحاوج في 100 جرام محاوج عامل 66 بدل من 178، في الساده ال 100 جرام ساده عامل 63 بدل من 66. يعني في العين في الساده فيها فرق 3 جنيه بين المحاوج وده. اسكت عشان خاطرك بس.